يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني معنا أحد الأسئلة من الإخوان، وهذا السؤال تكرر من عدة أشخاص، عشان هيك لعلنا إن شاء الله نجيب عليه أولا ثم نكمل بما يفتح الله سبحانه وتعالى. يعني السؤال يسأل عن دروسي التي أنا أعطيها، يعني من أين هأتي، يعني من أين هذه المعلومات، من أين تأتي هذه المعلومات. يعني السؤال على من تتلمذ يا شيخ، من شيوخك اللي أنت تتلمذت عليهم وبتأخذ منهم علمك. هذا السؤال المطروح، ويكثر هذا السؤال. إخواني، يعني أنا لا أريد أن أسيء الظن، ولكن يعني جزء من اللي بيسألوا هذا السؤال، يعني المقصد من سؤالهم يعني هناك شيء نشتمه في الطريق في هذا السؤال، ولكن في كل الأحوال إن شاء الله سنجيب على هذا السؤال برحابة صدر. إن نقول إنه إحنا وتكلمنا وقلنا منارتنا هذا الكتاب القرآن الكريم، هذا منارتنا وهذا أساس علمنا كله. فالله سبحانه وتعالى ما فرط في هذا القرآن من شيء، في كل ما نحتاجه في هذه الدنيا وأكثر بكثير مما نحتاج. ولربما إخواني يعني لو إحنا أخذنا حتى جزء، ولو أخذنا صورة من القرآن الكريم وتدبرناها حق التدبر لكفتنا. وإن شاء الله إخواني يعني أكلمكم في الطريقة التي أقوم فيها بدراسة القرآن الكريم. يعني أولا يعني تعلموا، وأخبرتكم قبل هذا، أن دراستي في الجامعة كانت في كلية العلوم، كانت في كلية العلوم. أنا درست في الجامعة الأردنية ولم أنهي الدراسة بالكامل، يعني درست 3 سنوات وتبقى لي نصف السنة، ولكن حرمت من العودة إلى الأردن. يعني حشروني اليهود في بيت المقدس ومنعوا عني الخروج منها في آخر فترة الدراسة، ولم أخذ الشهادة من الجامعة الأردنية. ولكن دراستي في الجامعة كانت في كلية العلوم، وتخصصي كان الرياضيات. ثم إني إخواني يعني بعد ما عدت من الأردن في زيارة وحرمت كما قلت في العودة، لم أقم بالعمل في مجال الرياضيات، ولكن عملت في مجال الحاسب الآلي، وبالأخص في البرمجة، برمجة الكمبيوتر. ومن أوائل البرامج التي قمت بتصميمها على الكمبيوتر برنامج يختص في القرآن الكريم. يعني تخصص كان في برامج المحاسبة والإدارة، ولكن كمان قمت بإعداد برنامج للقرآن الكريم. في هذا البرنامج إخواني يعني أنا قمت بإدخال كل القرآن الكريم على هذا البرنامج، كلمة كلمة، وكل كلمة من هذه الكلمات عدتها إلى مصدرها، يعني يلعب إلى لعبة، ويلعبون إلى لعبة، وهكذا. كل كلمة من الكلمات
يعني أعدتها إلى المصدر تبعها. وعندي إمكانية للبحث داخل القرآن الكريم إما على مستوى الكلمة أو على مستوى المصدر أو الجذر الثلاثي. فلما أكتب الجذر الثلاثي يعطيني أكم من كلمة موجودة مشتقة من هذا الجذر، ولما أطلب يعطيني كل كلمة من هذه الكلمات الآيات القرآنية اللي هي تتكلم أو جاءت فيها هذه الكلمة. وهذه الإمكانية يعني تعطيني إمكانية بحث قوية جدا، حتى أنه إخواني يعني أنا ضمنت البرنامج في فترة متأخرة إمكانية أني أنا أجمع الآيات التي تتكلم في موضوعين، مش موضوع معين، موضوعين في نفس الوقت. يعني أستطيع مثلا أن أخرج كل الآيات القرآنية التي تتكلم مثلا في العبادة وفيها مثلا كلمة التقوى، العبادة والتقوى في نفس الوقت. فهذه الإمكانية يعني تعطيك مجال واسع في البحث في القرآن الكريم. وبهذا يعني لما أبدأ أعد موضوع معين، يعني أخذ الجذر لهذا الموضوع ثم أخرج كل الآيات القرآنية التي تتكلم في هذا الموضوع. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية، أقوم بعد ما أخرج كل الآيات أقوم بتصنيف هذه الآيات إلى مواضيع، يعني أبدأ في دراسة الآيات القرآنية آية آية، وثم أجمع كل مجموعة من الآيات فيها وحدة موضوع بحسب هذا الموضوع وأضع هذا الموضوع كعنوان، ثم أكمل وهكذا، فيصبح عندي مجموعة من المواضيع التي تتكلم في الموضوع الذي أتكلم فيه، مثلا موضوع الهداية أو موضوع التقوى أو موضوع العبادة أو موضوع الجسد أو موضوع الروح أو أي موضوع آخر، يصبح عندي مجموعة من المواضيع تتكلم في هذا الموضوع الأساسي. فيصبح عندي مجموعة مواضيع وكل موضوع تحتيه مجموعة من الآيات. هذه الخطوة الأولى، يعني أقوم بعمل إطار أساسي من آيات القرآن الكريم. ثم بعد ذلك إخواني أتوجه إلى أي موقع من المواقع اللي موجودة على الإنترنت التي تتكلم في أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهناك موضوع، يعني هناك موقع جيد اسمه الدرر السنية، وفي هذا الدرر مجموعة من الموسوعات، ومن ضمن الموسوعات موسوعة حديثية، فأخذ الدرر السنية ومنها بأخذ الموسوعة الحديثية ثم أضع الموضوع الذي كنت أبحث عنه في هذه الموسوعة. فشو بيخرج لي؟ بيخرج لي كل الأحاديث النبوية التي تتكلم في هذا الباب. في هذا الباب إخواني يعني يعطينا أو تعطيني الموجوعة الحديثية أربع أنواع أو أربع أشكال من الأحاديث: أحاديث صحيحة السند وبما يشبهها، وأحاديث ضعيفة، وأحاديث يعني من ناحية متن، وهكذا، يعني يعطيني التصنيف. فأنا أختار فقط الأحاديث الصحيحة، فأقوم بأخذ الأحاديث الصحيحة في المرحلة التي أقوم أعمل فيها، ثم أقوم بتفصيل هذه الأحاديث على الأبواب التي قمت بإعداد الآيات القرآنية فيها، بصنفها تحت الموضوع الأولين، أضع الأحاديث التي تتوافق تحت الموضوع الثاني، وهكذا. فيصبح عندي الموضوع الأساسي من عدة عناوين، وكل عنوان يتكون من آيات قرآنية ثم أحاديث نبوية. هذه المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة، يعني إخوان هذا لما كان يوجد عندي وقت، الآن الوقت ضيق جدا، ولكن لما كنت أقوم بإعداد موضوع، يعني في المرحلة الثالثة أقوم بالتوجه وفي البحث في الموسوعات العلمية عن الموضوع الذي أتكلم عنه، يعني العلماء ماذا يقولوا في هذا الباب، وأقوم بتجميع أقوال العلماء المادة العلمية وتفصيلها على الأبواب اللي أنا قمت بإعدادها. فيصبح عندي تحت كل باب آيات قرآنية، أحاديث نبوية صحيحة، ثم أقوال للعلماء، أقوال العلماء. هذه المراحل الثلاث الأساسية. الآن تبدأ عملية الدراسة. المرحلة الرابعة أقوم بعملية الدراسة، أخذ باب وأبدأ بدراسة الآيات القرآنية وعمل علاقات، يعني لما تكلم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بهذا الشكل ولم يتكلم بهذا الشكل، أبدأ دراستها وتربط الآيات القرآنية مع الأحاديث النبوية مع المادة العلمية. إن كان هناك مادة علمية تتعارض
ولم أستطع أن أنا مثلا أفك التعارض، أقوم بتنحية المادة العلمية، يعني اعتمادي أولا على قال الله وقال الرسول وما يتوافق من أحاديث أو أقوال علمية أجمعها مع هذين البابين. فالآن يصبح عندي إخواني هذا الكم الهائل من هذه المعلومات التي يتم دراستها، وبعد الله يجزيك الخير، وبعد ذلك إخواني بعد ما أقوم بالدراسة، ليش أقوم بالدراسة أولا؟ بقوم بالدراسة إخواني قبل ما أطلع على أقوال المفسرين السابقين، يعني أنا يعني أجعل دراسة أقوال المفسرين السابقين آخر شيء. ليش بخليها آخر شيء؟ لأنه العقل البشري اللي الله سبحانه وتعالى خلق لنا إياه في طبيعته كسول، يعني يلجأ إلى أخذ أقصر الطرق لحل المشكلة، فإن كان في عنده حل أو في عنده تفسير من التفسير قال إنسان آخر وإنت قرأت هذا التفسير مباشرة، الدماغ شو بيسوي؟ بروح لهذا التفسير وبيأخذ فيه وبيقتنع فيه إنه هذا التفسير السليم، ولا يجهد نفسه في عملية التفكير. فحتى إني أنا أتجنب هذا الحال من أن أخذ القول قبل التدبر، شو بسوي؟ أتدبر، وهذا مصداق لقول الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن. يعني تدبر القرآن أمر مطلوب من الله سبحانه وتعالى، يأمرني سبحانه وتعالى أن أتدبر القرآن الكريم، فمن هذا الجمع أقوم بالتدبر وعمل العلاقات والدراسة حتى أني أنا أفهم الآية القرآنية، فإن ارتاح لها قلبي كان بها ونعمة، وإلا شو بتمني؟ أقوم بدراسة الموضوع كمان مرة وكمان مرة وكمان مرة، ودراسة الآيات وتلاوتها وقراءتها في أحوال مختلفة في النهار وفي الليل، وأنت سعيد وأنت حزين، يعني في كل مرة تقرأ الآيات القرآنية، لأنه وضعك وفهمك لهذه الآيات يتغير مع تغير مكانك وزمانك، ويتغير العلاقات وتغير المواضع اللي انت موجود فيها، فأكررها في عدة مواقع وعدة حالات وعدة أزمنة، لعل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علي في معنى هذه الآية. هلأ إن وصلت إلى قناعة كان بها ونعمة، إن لم أصل إلى قناعة كنت إخواني حتى قبل ما أقوم بدراسة التفسير شو أسوي؟ إني أقوم بمدارسة هذه الآية القرآنية المستعصية علي في الفهم في أحد الدروس. يعني كيف هلأ أنا جلست معكم وأنا إخواني يعني حاليا أو من فترة زمنية طويلة لا أقوم بإعداد الدروس، يعني آتي وأجلس في هذا المقام وأقول وأبدأ وأستفتح، ثم أبدأ بما يفتح الله سبحانه وتعالى، وكله خير إن شاء الله كله خير. ولكن في فترة زمنية كنا يعني في الفترة الزمنية السابقة كنت أقوم بإعداد الدرس في الطريقة اللي أنا تكلمت عنها. هلأين استعصت آية قرآنية شو كنت أسوي؟ كنت أجلس أضع الآية القرآنية أمامي وأبدأ الدرس على أني بدي أفهم أو أني أشرح هذه الآية القرآنية. في هذا الشرح إخواني أمام الناس أنك أنت تشرح آية قرآنية أنت مش فاهمها أو لسه مش متمكن منها أمام الله سبحانه وتعالى، فأنت تتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك في معناها، يعني تترجى الله سبحانه وتعالى، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليك في هذا المعنى. والحمد لله يعني ما خيبني سبحانه وتعالى ولا في أي درس من الدروس، يعني في كل درس كنت أقوم فيه في هذا العمل كان يفتح الله سبحانه وتعالى في معنى من معاني هذه الآية. وأقول في معنى لأنه المعاني اللي موجودة لكل آية قرآنية إخواني، اللي بتدارس قرآن القرآن بدرس القرآن الكريم ويتدارسه سيعلم في النهاية أن لكل آية قرآنية لربما آلاف المعاني. فعلى الأقل الله سبحانه وتعالى يفتح عليك بمعنى معنيين ثلاثة، وكل ما أنت تقدمت وحاولت وجربت شو بسوي سبحانه وتعالى؟ يفتح عليك بمعنى آخر ومعنى آخر. لن يخيبك الله سبحانه وتعالى، لن يطردك الله سبحانه وتعالى، وأنت تتدارس كلامه عز وجل هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى. ونذكر إخوة أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وكما حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله سبحانه وتعالى. يعني أنت لما تدرس القرآن الكريم وتتدارسه أنت تتكلم مع الله عز وجل،
أنت تخاطب وتناجي الله سبحانه وتعالى. فإن كنت على مقدار التقوى اللائقة، الله سبحانه وتعالى يستقبلك ويتلقاك. وكما قلنا إخوان ونصحنا أكثر من مرة، أنت تقرأ القرآن الكريم، ولكن دع القرآن الكريم يقرأك، ليقرأك القرآن الكريم أكثر مما تقرأ القرآن الكريم. كيف يعني يقرأك القرآن الكريم؟ لما أنت تترك نفسك بالكلية لله عز وجل، وتقول أنا فوضت أمري كله لله عز وجل، وعلمي إنما هو فتوح من الله سبحانه وتعالى، مصداق لقول الله سبحانه وتعالى ثم إن علينا بيانه، يعني البيان مش من شطارتك ولا من قوتك ولا من حيلتك، البيان من الله سبحانه وتعالى. فطالما إنه البيان من الله سبحانه وتعالى سيأتي البيان. ثم إن علينا بيانه، يعني بيان القرآن الكريم بالكامل. سيأتي في لحظة من اللحظات قبل أن تنتهي هذه الدنيا ونحن في آخر الزمان، يعني لابد أن تظهر كل معاني آيات القرآن الكريمة، أو خلينا نقول أهم معانيها يجب أن تظهر على المسلمين. فإن أنت اتقيت الله سبحانه وتعالى ووضعت نفسك موضع العامل عند الله سبحانه وتعالى، تقول لله عز وجل أنا أريد أن تستخدمني يا الله في بيان هذا القرآن الكريم، الله سبحانه وتعالى كما قلنا قد يستخدمك على مقدار تقواك وإخلاصك في طلبك إنك أنت تكون أحد إنك أنت تكون أحد الأدوات اللي الله سبحانه وتعالى يستخدمها في إظهار هذا البيان. عشان هيك إخوان نقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله. فأنت إن قرأت القرآن بتقوى وإخلاص كاملين، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يجعل القرآن يقرأك بالمقابل، يبدأ القرآن بقراءتك، كأن القرآن يدخل في جوفك، يدخل داخل قلبك، يدخل داخل عقلك وجدانك، يبحث داخلك فين همك يا إنسان، فين مشكلتك يا إنسان، إيش اللي أنت بتدور عليه، شو اللي عماله بيغمك وبهمك وعمالك بتفكر فيه. فيجد القرآن هذه النقطة، يعني إيش اللي أنت مهموم فيه يجد القرآن وأنت تقرأ هذه الآيات، بغض النظر شو الآية اللي أنت بتقرأها، بغض النظر شو الهم اللي موجود داخل نفسك، ستجد وستقوم هذه الآية بإيجاد هذا الهم. ثم تبدأ هذه الآية بتفتيت هذا الهم شيئا فشيء، وتجيب لك على أسئلتك اللي كانت محيرتك. وكما قلنا إخواني لا يشترط إنه هذه الإجابة إنها تكون هي الإجابة الشافية الكاملة الوافية، ولكنها من المؤكد أنها ستكون كافية إليك في هذه اللحظة، ستشفيك، ستكون كافية وشافية لك، تشفي صدرك وتدخل السرور في قلبك في هذه اللحظة. عشان هيك يا إخوان لنكن ممن يقرأنا القرآن الكريم، وحتى يقرأنا القرآن الكريم علينا بتقوى الله سبحانه وتعالى، أن تتقي الله سبحانه وتعالى وتتقي الله سبحانه وتعالى، وأنت تعلم أن هذا الكلام له فضل عظيم جدا. يعني كم مقدار فضل هذا الكلام، يعني بأي صورة بأي درجة يجب أن تقرأ القرآن الكريم، كم يجب أن يكون مقدار خشوعك وانتباهك وأنت تقرأ القرآن الكريم. هذا السؤال، يعني لو جئنا لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعلمنا صلى الله عليه وسلم ويقول عن القرآن الكريم، يقول فضل كلام الله، هذا كلام الله، يعني أديش مقدار فضل كلام الله سبحانه وتعالى، فضل كلام الله على كلام البشر، يعني بيقارن لنا بين كلام الله والقرآن الكريم وكلامك يا إنسان، فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. شوفوا قديش فضل الله سبحانه وتعالى على البشر، فهذا فضل كلامه على كلامك. فمعناه لما أنت بتقرأ القرآن الكريم كم مقدار التركيز والانتباه لازم يكون موجود عندك. مش بس بقوله أنت حامل القرآن الكريم، إن بدك تتدبر القرآن الكريم، وأنت أيضا تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى حتى تصلي، لما بدك تصلي، لما بدك تقرأ الفاتحة، لما بدك تقرأ الآيات الموجودة في الفاتحة، لما بدك تقرأ من قصار الصور، الصورة بغض النظر مهما كانت قصيرة ولكن فيها كثير من المعاني. اجتهد اجتهد وتمنى على الله أن يعطيك لو معنى أقول معنى من بديش أقول مئات آلاف
لربما مئات آلاف المعاني اللي موجودة في كل آية من الآيات، هناك مئات آلاف المعاني. فإن أنت تمنيت لو معنى واحد في كل آية تقرأها من هذه الآيات، الله سبحانه وتعالى لن يبخل عليه، لأنه أصلا هو أنزل لك هذا القرآن حتى أنه يشفي ما في صدرك شفاء للصدور. ففي من المعاني إن أنت تمنيتها ما سيأتيك، ويأتيك على مقدار ما تتمنى، لأنه كما قلنا إخواني علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى هي علاقة تبادلية. يعني لو سألنا كم مقدار عطاء الله سبحانه وتعالى، فنقول لا يمكن أن نحد عطاء الله بمقدار المقادير إلنا إحنا. يعني أنا صاحب المقدار، أنا اللي في عندي إمكانية إن أنا أحتوي كمية معينة، أنا اللي في عندي قدرة إني أحمل شيء معين ما بقدر أحمل أكثر منه، ولكن المقادير عند الله سبحانه وتعالى ما في لها حدود، ما في لها حدود. عشان هيك السؤال إنه الله سبحانه وتعالى لو بده يعطيك قليل، مو القليل، القليل عند الله سبحانه وتعالى يعني يكفي ويفيض عن حاجة البشرية كلها كل الزمان، لو جبنا قد البشرية هذه أضعاف 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 عد إلى ما لا نهاية، هذا القليل اللي عنده سبحانه وتعالى. يعني قليل الله سبحانه وتعالى سنعجز أمامه. عشان هيك أنا آخذ على مقدار قدرتي على الحمل، ومقدار قدرتي على الحمل إنما يكون على مقدار قبولي ورجائي لهذا الحمل. يعني كم تترجى من الله سبحانه وتعالى إنه هو يحملك؟ سيحملك سبحانه وتعالى ولا نبخل عليه، لأنه اللي عند الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير. الله سبحانه وتعالى لا يبخل، الله سبحانه وتعالى الكريم، وأعظم بكثير من اللي بتقدر تحمله. فالله سبحانه وتعالى سيحملك ما تستطيع أن تحمله. عشان هيك الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. مش أقفال، أقفالها. يعني إحنا اللي ممكن نسكر قلوبنا بأقفال من عنا فنمنع دخول هذه الآيات والمعاني على قلوبنا. أما إذا أنا فتحت قلبي على مقدار ما يتسع هذا القلب ستأتي المعاني وستأتي الفتوح من الله سبحانه وتعالى. كم تريد أن يفتح عليك سبحانه وتعالى؟ إخواني ما تقول والله المعاني حتى أن الله سبحانه وتعالى يفتحها علي لازم أكون والله دارس في الجامعة وأكون ماخذ مثلا بكالوريا ولا دكتوراه ولا ولا ولا. لا، إياك أن تعتقد هذا الاعتقاد. المعاني على قدر ما تتمنى من الله سبحانه وتعالى بلا شرط بلا قيد. يعني لربما إنسان لم يتعلم في المدارس قط وتسأله ماذا تعني هذه الآية القرآنية فيعطيك معنى لا يمكن أن تتصوره لو أنت مضيت 20 سنة في الجامعة، ما بيخطرش على بالك، ولكن خطر على بال مين؟ على بال هذا الإنسان. ليه؟ لأنه لما تمنى على الله سبحانه وتعالى تمنى من قلبه أن يفتح عليه فتوح في هذا المعنى ففتح الله سبحانه وتعالى عليه. عشان هيك السابقين شو كانوا يتمنوا من الله سبحانه وتعالى؟ شو كانوا يدعوا لله سبحانه وتعالى؟ كانوا يقولوا لله عز وجل اللهم ارزقنا إيمانا مثل إيمان العجائز. هيك كانوا يدعوا الله سبحانه وتعالى. يعني المرأة العجوز أو الرجل الختيار الشيخ قديش في عنده إيمان، هذا الإيمان على قديش هو يحب الله سبحانه وتعالى. حبك لله هو اللي بيحدد مقدار إيمانك بالله سبحانه وتعالى، وحبك لله وإيمانك في الله سبحانه وتعالى ودعائك لله سبحانه وتعالى سيكون سبب بمقدار ما يرزقك الله سبحانه وتعالى من فتوح. فهيك إخواني نقول إنه إحنا إنما طلبت علم من الله سبحانه وتعالى، والعلم كله لله سبحانه وتعالى، ويفتح فيه على من يشاء. وكما قلنا إخوان للآية القرآنية الواحدة وجوه ووجوه ووجوه من المعاني. أعطيكم مثال، يعني أنا أتذكر في سنة 2004 ابتدأت بدراسة سورة الفاتحة. يعني كان تقديري أنه 7 آيات، يعني سأشرح مثلا، يعني كنت أنا من الناس اللي بيمدوا في الشرح، يعني بحب أني أنا أتوسع في الشرح. فأنا اعتقدت قلت يعني بعطي فيها 7 دروس، كل آية شو بعطيها؟ بعطيها درس. خلصوا 7 دروس. هلأ لما خلصت 7 دروس أول مرة شو قلت؟ قلت هلأ لازم أفسر سورة الفاتحة. شو هلأ؟ هلأ لازم بعد 7 دروس هلأ لازم أبدأ من جديد.
بس هاي المرة بديش بدي أفسرها، بدي أفسرها ب30 درس، وكان وقتها شهر رمضان، وحددت لحالي كل يوم درس من دروس سورة الفاتحة، وفعلا أعطيت 30 درس في أحد أشهر، يعني في شهر رمضان في إحدى السنين 30 درس في سورة الفاتحة. بعد ال30 درس شو قلت؟ قلت هلأ لازم أبدأ سورة الفاتحة، ولربما أحتاج إلى 365 درس حتى أني أنا أصل إلى شطآن سورة الفاتحة. يعني كل ما أنت درست آيات القرآن الكريم، أولها شو بتفكر حالك؟ ولا تفكر حالك أنك أنت بنص البحر، بس لما تبدأ تدرس فين بتلاقي حالك؟ أنك بربعه. لما تدرس أكثر فين بتلاقي حالك؟ أنك بأوله. تدرس أكثر فين بتلاقي حالك؟ تلاقي حالك على الشط. تدرس أكثر فين بتلاقي حالك؟ تلاقي حالك بعيد عن الشط، لسه بدك قديش لتوصل الشط. فكل ما درست أكثر، كل ما عطشت أكثر للقرآن الكريم، كل ما تعطشت أكثر، وكل ما علمت أنك أنت تجهل أكثر، وعلمت أنه اللي موجود في القرآن الكريم أكثر وأكثر، ويحتاج منك أكثر وأكثر. والآن يعني لربما يعني بعد هاي السنين من 2004 إلى 2018، يعني هلأ لو سألتني سورة الفاتحة إذا أنت بدك توفيها قليل، لا أقول حقها، لا أستطيع أن أقول توفيها حقها، لن أستطيع أن أوفيها حقها. لو أردت أن توفيها حقها كم تحتاج؟ بقول لك لربما نحتاج إلى 1000 عام، لربما نحتاج إلى 1000 عام، يعني تدبرها 1000 سنة لسورة الفاتحة لوحدها، حتى أنك توفيها بعض حقها لن تستطيع أن توفيها هذا الحق. ليش؟ لأنه على مقدار ما تتمنى من الله سبحانه وتعالى تأتي هذه المعاني، ولن تنتهي. كل ما تمنيت أكثر يأتيك أكثر من الله سبحانه وتعالى. هون إخواني يعني نقول إنه القرآن الكريم مبارك من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن تنقضي معانيه أو تنتهي ولا بأي حال من الأحوال. والطريقة اللي أنا حكيت لكم إياها في بداية الدرس يعني تعينك فقط على أنك أنت تبدأ تتدبر آيات القرآن الكريم. وبذكركم يعني هذا القرآن الكريم، احنا تكلمنا فقط عن سورة الفاتحة، ولكن القرآن الكريم للي بحب يعرف فيه 114 سورة، 114 سورة فيها 6236 آية. 6236 آية إخواني، يعني كان في إلي معها يعني في يوم من الأيام قصة، يعني قررت شو أسوي، قلت أنا سأقوم بجمع تفاسير آيات القرآن الكريم آية آية، قديش بقدر أجمع. بديت إخواني أجمع قد ما بقدر معلومات حول كل آية حتى أنا أحوشها خلف هاي الآية. لاحظت إنه أقل شيء أقل شيء بدي لكل آية يوم، قديش بدي يوم، يعني تشتغل فيه تقريبا 10 ساعات رص ورا بعض يوم، وباجتهاد باجتهاد تشتغل 10 ساعات رص ورا بعضهم عشان شو تسوي؟ تسوي آية واحدة من القرآن الكريم. طيب لما تقسم 6236 آية في القرآن الكريم على أيام، يعني بدك 6236 يوم بس عشان شو تسوي؟ تمر عن الآيات القرآنية كلهم آية آية. 6236 آية اقسمهم على 365، يعني تقريبا 300 يوم، قديش بيطلع عندك؟ بيطلع عندك حوالي 20 سنة. يعني بدك عشان انت تعطي لنفسك انك تدرس آية قرآنية في اليوم دراسة حقيقية يعني تستفيد منها. وانا بقول لك اخواني انت ايش عمالك تذكر نص البحر وربعه وثلثه والشط، وانك انت بعيد عن الشط. كل ما درست اكثر، درست اكثر، عطشت اكثر. والآية القرآنية آية قرآنية واحدة لربما تحتاج فيها آلاف السنين حتى انك تفهمها الفهم الصحيح والفهم اللائق فيها، ولن تنتهي منها. ولكن لو انت اعطيتها فقط يوم من فقط يوم واحد من حياتك، ستحتاج الى 20 عام فقط حتى انك تقول انا اعطيت كل آية قرآنية يوم يوم. بدك 20 سنة، وهذا اخواني امر يعني ليس بالهين. ليش ليس بالهين؟ لانه من تجربتي مع القرآن الكريم اخواني، كل ما اجتهدت اني انا ادرس القرآن الكريم واني انا افهرس واكتب واسوي كتابات، كل ما توصل خلينا نقول نقطة الصفر. شو نقطة الصفر عندي؟
اني انا ابدا في الانتاج مش في الدراسه. كل مرحله انت بتحضر بتوصل لنقطه صفر انك تنتج تسوي ايش تخرجه، بيجيك هم عظيم ومصيبه كبيره. شو بتسوي؟ تعيدك الى الخلف فتره زمنيه كثيره. بعدين شو بتبدا؟ بتبدا تحل هاي المشكله شوي شوي وتطلع على وجه الدنيا وتوصل لنقطه الصفر كمان مره. شو بصير معك؟ بتصير معك كمان مشكله في هذه الدنيا. واحنا يا اخواني في الارض المقدسه الله سبحانه وتعالى جعلنا من اهل الابتلاء، يعني مستحيل انك انت تخلص مشاكلك وهمومك وغمومك. وكل ما انت مرقت عليك مشكله وحليتها شو بتوقع؟ مشكله اعظم منها واكبر منها، وبدك فتره زمنيه حتى انك تطلع منها. فاخواني يعني الامر يعني لا اقول انه شبه مستعصي، ولكن صعب جدا جدا عمليه دراسه القران الكريم واخراج ماده منتجه منه، عمليه صعبه جدا جدا جدا. لربما الشيء الوحيد اللي نجحت اني انا اختزنه هي الدروس اللي بسجلها، يعني لله الحمد الله سبحانه وتعالى الهمني من اول رحله يعني تدريسي من سنه 2004 انه كل درس كنت اعطيه شو كان مسجل، اما صوت او صوره، يعني موجود ومحطوط. يعني اي نعم مش مفهرس في الطريقه اللي انا بدي اياها اللي انا حبيبها حتى انه الناس تستفيد منه، ولكن كل واحد بيقدر يرجع لهي الدروس في اي لحظه حتى انه يستفيد منها، وهذا لله الحمد والمنه. هنقول اخواني القران الكريم في 114 سوره، كل سوره بدها عمر كامل حتى انك تفهمها. هذه الصور فيها 6236 ايه، كل ايه تحتاج عمر انك انت تفهمها، لسه غير العلاقات انك تبدا تربط الايات القرانيه بعضها ببعض. وان نحن اعدنا الايات القرانيه وفصلناها الى كلمات، يعني عدينا الكلمات اللي موجوده في الايات القرانيه، يعني انا حسب البرنامج اللي انا بشتغل عليه يوجد في القران الكريم 77431 كلمه. القران الكريم يتكون من تقريبا 77000 كلمه، الكلمات يعني تعد 1 2 3 4 تعدها في عندك 77000 كلمة. طبعا هناك كلمات تتكرر، يعني مثلا كلمة الله تتكرر، الرحمن تتكرر، يعني في كلمات تتكرر. لو قمنا بس الكلمات من غير تكرار، يعني جبنا الكلمات، يعني مثلا بدك تعد انت الكلمات التي يتشكل منها القرآن، التي يتكون منها القرآن، او الذي يعني جاء القرآن من هذه الكلمة، ستجد انه في عندك في القرآن الكريم 17682 كلمة دون تكرار. يعني 77000 كلمة تكلمنا عنها والتي تتشكل منها القرآن تعيدنا الى 17682 كلمة بلا تكرار. 17000 كلمة اخواني كم هائل، ولكنه مش زي 77000. لما تقول 77 ل 17000 يعني يصير في عندك انه 17000 يمكن انك انت تمر عليها. فانا قلت اخواني يعني في البرنامج تبعي اعدت هاي الكلمات ال 17000 اعدتها الى الاصول الثلاثيه، يعني مثلا ممكن 10 كلمات 5 كلمات ترجع لنفس الاصل، 6 كلمات 7 كلمات ترجع لنفس الاصل. الاصول اللي هي الجذور الثلاثيه او الرباعيه، يعني الاصل تبع الكلمه، يعني لما ترجع هاي الكلمات إلها ستجد إنه القرآن الكريم يتكون من 1768 مصدر، يعني مصدر ثلاثي أو رباعي، مش المصدر اللغوي، يعني الكلمة الأساسية زي على سبيل المثال أبابة، يعني أبابة يعني هي أول كلمة من الكلمات في المصادر عندي، زي ما تقول أب من فين بنرجعها لأبابة، وفاكهة وأبا مثلا فين بنرجعها أبا لأبابة، هذا المصدر الثلاثي. فيصبح عندك في القرآن الكريم 1768 مصدر. هلا هاي المصادر إخواني لما نتكلم عن 1768 مصدر من القرآن الكريم، أول شغلة شو بتحتاجه؟ إنك أنت تفهم هاي المصادر معناها في اللغة العربية. فأول مهمة لازم تكون موجودة عندك انك تفتح القواميس تبعون اللغة العربية. وشو تسوي هاي المصادر ال 1768؟ كل مصدر شو تسوي؟ تدرسه. فكل مرة اخواني كنت انا اعد موضوع، اول شغلة شو اسوي؟ افهم المصدر الثلاثي. وهون اخواني
أتكلم عن المصادر لما تتكلم في اللغة العربية، وأتكلم في اللغة العربية اللي مخصوصة في القرآن الكريم. نحن لما نتكلم عن اللغة العربية أكيد اللغة العربية فيها مصادر أكثر من 1700 اللي احنا نتكلم عنها بكثير جدا، ولكن القرآن الكريم قديش استخدم من اللغة العربية؟ استخدم هدول 1768 مصدر، هدول اللي بيعنوني أنا، اللي بيعنوني أنا في دراستي للقرآن الكريم. باقي اللغة العربية جميلة ولكن مش موجودة داخل القرآن الكريم. أنا حتى أني أنا أفهم القرآن الكريم والقرآن الكريم بفهمني كل شيء، بدي هدول 1768 مصدر أفهمهم من ناحية لغة عربية. وهون إخواني بنصح في هذا الباب لمن يريد أن يتعلم أو يعود إلى اللغة العربية، وهي أساس وهي لغة القرآن، وإن شاء الله هي لغة أهل الجنة. إحنا في الجنة سنتكلم اللغة العربية، ما في لا إنجليزي ولا فرنسي ولا تركي ولا غيره، كل الناس شو بترجع تتكلم اللغة العربية. ونعتقد والله أعلم هي لغة سيدنا آدم من الابتداء، وهي يعني يكفينا شرفا أنها لغة القرآن ولغة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فنقول إخواني عند مدارستك لكلمات القرآن الكريم عليك أن تحيا مع هذه الكلمة، يعني بدك أنت تستشعرها تتشربها الكلمة، مش بس أنك تدرسها وتفهم معناها، لا تستشعرها. يعني على سبيل المثال شوف أعطيك كلمتين كمثال، منقول حفرة، منقول كفرة، منقول قبرة. طبعا الكلمات اللي أنا تكلمت عنها كلمات مختلفة مظبوط ولا لا، ولكنها من ناحية شعور شو بتعطيك؟ نفس الرتم، نفس الشعور. فهذا الشعور إخوان، الشعور في الكلمة، إنك أنت تحس بالكلمة من ناحية معنى، هي من أعظم الطرق والأبواب التي تعطيك فهم للقرآن الكريم. لأن القرآن الكريم لغة الله سبحانه، يعني كلام الله سبحانه وتعالى، كلام الله سبحانه وتعالى، الكلام تبع الله اللي موجود في القرآن الكريم يخاطب قلبك قبل ما بيخاطب عقلك. يعني هو يتكلم مع قلبك، مع وجدانك من جوا، بيتكلم معك من جوا. فيجب أن تستشعر هذه الكلمات، تعيش معها. نرجع مثلا الكلمات اللي احنا تكلمنا عنها، شوف حفرة، كفرة، قبرة مثلا، أنا أعطيتكم مثال، ولكن على هذا المثال بتقدر تقيس آلاف الأمثلة اللي موجودة في القرآن الكريم. حفرة شو معنى حفرة؟ بتعرف أنه حفرة أنه أخرج التراب من الأرض حتى أنه صار في مكان ماله خالي من التراب، مزبوط ولا لا؟ طب كفرة شو معناها؟ عود رجع التراب، مظبوط ولا لا؟ الكفر شو هو؟ الكافر اللي بيقيم تراب وبحط شيء في الحفرة، شو بيسوي؟ بيرجع هذا التراب. طيب كفرة زي ما بيسوي المزارع، بس ايش مع الناس؟ نطلع تراب بنحط انسان، شو بنرجع؟ بنرجع عليه هذا التراب. يعني لاحظ يعني العملية او الثلاث كلمات اللي احنا تكلمنا عنها بتحكي تقريبا عن نفس الشيء، ولكن كل واحدة شو في لها حال وفي لها معنى. هذا المعنى لا يستقيم إلا بالإحساس القلبي، إنك أنت تعيش مع الكلمة اللي جاءت في القرآن الكريم حتى أنك تفهم معناها. فيجب أن تتشرب كلمات القرآن الكريم بقلبك أولا، وبعدين شو بعد ما أنت تحس فيها للكلمة بقلبك، شو بتبدأ تعمل العقل. وحتى أنك تعمل العقل شو بتحتاج؟ تحتاج أدوات. الأدوات أولا إنك تقارن آيات القرآن واحدة في الثانية، يعني لما جاءت هذه الكلمة في هذا الآية بهذا الشكل، وجاءت هذه الكلمة في الآية الثانية في هذا الشكل. يعني أعطيك مثال على سبيل المثال، لما تدرس كلمة سوايا، فإذا سويته شو معنات؟ فإذا سويته حتى أنك تفهم معنات سويته بدك ترجع لباقي الكلمات التي تتكلم في التسوية. إحنا على سبيل المثال بنحكي عن المساواة، وبنحكي عن الطعام إنه استوى، وبنحكي عن السفينة هنا إيش؟ استوت على الجودي، مظبوط ولا لا؟ هذه كلها كلمات من الاستواء. طب شو معناها؟ شو الإشي المشترك اللي بين هذه الشغلات كلها؟ فاللي احنا بنشوفه إنه يتساوى بعضها مع بعض. يعني لما تتكلم مثلا في الطعام، شو معنات الكلام الطعام استوى؟ يعني نضج وأصبحت كمية نضوجه في كل جزء منه متساوية مع الطرف الثاني، مش بس اللي في القعر صار ناضج والفوق لا، هذا ما نقولش عنه استوى. لحد ما الشيء شو يصير؟ يصل النضوج من فوق ومن الأسفل نفس الشيء، فيتحقق تتحقق المساواة في النضوج لهذا الطعام، فأقول عنه هذا الطعام استوى، مظبوط ولا لا؟
فلما أقول على سبيل المثال لما الله سبحانه وتعالى يقول فإذا سويته، فمعنى التسوية هنا لها علاقة بإيش؟ لها علاقة بالتساوي. لربما كان معناها أنه أنا اللي أفهم قلبيا أنه المساواة هنا أو التسوية هنا أنه الله سبحانه وتعالى لما خلق الأنفس خلقها كلها متساوية بالإمكانيات اللي أعطاها إياها ما بين الفجور والتقوى. فلا يجوز أن أنا أعتقد أنه إنسان كان في عنده مقدار للتقوى أعلى من غيره. مقدار التقوى إنما يكون إيش؟ قبول الشخص نفسه. الله سبحانه وتعالى أعطاك الإمكانية أنك تكون تقي مثل أي إنسان آخر. عشان هيك ما بتقول والله فلان صحت له فرصة للتقوى أكثر مني عشان هيك أنا سأكون مظلوم إنه درجتي أقل في الجنة. هذا لا يستقيم، لأنه من البداية سبحانه وتعالى شو قال؟ قال لك ونفس وما سواها، يعني سواها وأعطاها كل الإمكانيات بينها وبين كل الإمكانيات بينها وبين أي إنسان آخر. إنه أنت أخذت نفس فرصتك في الفجور والتقوى، ولكن كل واحد يختار ما يحب من فجور وتقوى، ويكون مقدار حظه في الجنة بالتالي على مقدار اختياره. أعطيك مثلا كمان مثال، يعني بس احنا يعني نأخذ أمثلة. مثلا على سبيل المثال نأخذ مثلا كلمة فكرة، فكرة في اللغة العربية فكرة. لو أنا بدي أفهم شو هو التفكير، يعني التفكير بقول والله الإنسان بفكر، شو معنات التفكير؟ رجعت للأصل فكرة، شو معنات فكرة؟ عشان أنا أفهم المعنى شو بدي أسوي؟ أبحث عن كلمات مشابهة في نفس الحديقة، كأنك موجود في حديقة في كلمات بتدور على كلمة مشابهة، فأجد مثلا على سبيل المثال فكرة، أجد مثلا فركة، فكرة فركة، يعني من نفس العيلة من نفس الحديقة اللي موجودة. طيب ما هو الفرق؟ الفرق يعني احنا بنعرف انك تفرق شيء عشان شو تسوي؟ عشان تتبين حقيقته. انا من غير ما افرق الذهب بعرفش اذا هو الذهب اصلي ولا مزور، يعني بدي افرقه عشان اعرف حقيقته. فالفكر الفرق انما يكون للمواد ايش؟ العينية اللي بقدر امسكها بيدي بادواتي الحسية المحسوسة. طب والفكر الفكرة شو بدي اسوي؟ بدي احكها عقليا، يعني أنا أقوم بفرك الأمور داخل دماغي حتى أن أصل لماهيتها وكنها وحقيقتها. هيك شو بصير أفهم معنى كلمة فكرة من فركة، فبتصير كلمة شو تعلمني معنى كلمة أخرى. فاللغة العربية إخواني لغة قوية، وأستطيع أن أستخدم عنصر فيها لفهم عنصر آخر. إنما شو بدك؟ بدك أدوات قلبية ثم تستعين بالأدوات العقلية بعد ذلك. فنقول إخواني يعني الله سبحانه وتعالى جعلنا في هذا القرآن الكريم ونظملنا إياه حتى أنه يعطينا المعاني، وهذه المعاني موجودة فيها الكلمات اللي أنت تحتاجها في كل الأمور حتى أنك تتفكر فيها. كمان موضوع إخواني نتكلم عن وحدة الموضوع، يعني قلنا أنه في فهمك للقرآن الكريم أنت تحتاج أولا شو تسوي؟ أنك أنت تصل لكل الآيات، يعني لابد من الوصول لجميع الآيات. إذا أنت وصلت لنص الآيات تتكلم في موضوع معين لم تستطيع أن تفهم الموضوع، لابد من إخراج كل الآيات التي تتكلم في موضوع معين لدراستها، تخرجها جميعها حتى أنك تبدأ تدرسها. هلا في هاي الآيات إخوان كل آية أنت بتوصلها أول إشي بدك توصل للمعنى حتى أنك توصل لفهم كل عنصر داخل الآية. يعني أنت قلنا أنه صار في عندك موضوع، في الموضوع في آيات قرآنية وحديث نبوية ومعلومات علمية موجودة ولربما تاريخية وجغرافية توضعها في هذا الموضوع. هلأ تبدأ آية آية، الآية تأخذ كلمة كلمة، أول شغلة في كل كلمة شو بدك تسوي؟ تفهم معنى هذه الكلمة، هاي اللي تكلمنا فيه لحد هلأ، كل كلمة بدك تفهمها. هلأ بعد هيك شو بتصير؟ بتصير العلاقات. أهم العلاقات إخواني إنك أنت تفهم أسلوب التجميع الكلامي في كل آية من الكلمة من الآيات الموجودة عندك. مثلا على سبيل المثال هناك بعض آيات يتكلم فيها سبحانه وتعالى عن موضوع ولكن يختمها بصورة بجزء من كلمات، يعني بكلمات معينة. مثلا بقول لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. مثلا أول مرة جاءت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القرآن الكريم لما يتكلم سبحانه وتعالى عن هبوط الذرية للأرض،
قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني الله سبحانه وتعالى أعطاني الصفة لهؤلاء، صفة لهؤلاء اللي هم مين؟ المهتدين. يعني لا يكفي أني أنا أفهم معنى الهداية، عشان أني أنا أفهم معنى الهداية كنا أول شيء أخذت الكلمة ودرست الكلمة في كل القرآن الكريم، درستها قلبيا وعقليا ولغويا وفهمت معنى هذه الكلمة. هلا شو بحتاج كمان؟ بحتاج لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللي صفة لأهل الهداية. شو بحتاج؟ بحتاج أني أنا أسأل حالي أين جاءت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون داخل القرآن الكريم؟ أين جاء؟ ليه؟ لأنه الآيات اللي جاءت فيها هاي الكلمات ستكون شرح عظيم لمعنى الهداية، فتكون أول مرة جاءت فيها هذه هي صفة لهذه الجماعة أو لهذه الآية داخل موجودة داخل هذه الآية، ثم يبدأ الشرح فين؟ في باقي الآيات. فيجب أن أخرج جميع الآيات التي تتكلم في لا خوف عليهم ولا هم يحزنون حتى أنه يكتمل المعنى. أعطيك على سبيل المثال مثال، مثلا في سورة الفاتحة الله سبحانه وتعالى يتكلم في ثلاث أنواع من الناس: أهل الهداية، ويتكلم في المغضوب عليهم، ويتكلم في الضالين. طيب المغضوب عليهم أريد أن أعلم من هم المغضوب عليهم، طيب كيف بدي أعرف من هم المغضوب عليهم؟ فحتى أني أنا أفهم مجموعة المغضوب عليهم في القرآن الكريم يجب أن أخرج كل الآيات القرآنية التي جاءت فيها الغضب، فبدي أرجع للمصدر غضبة وأشوف كل الكلمات تبعت الغضب في القرآن الكريم، ثم أخرج كل الآيات التي تتكلم عن الغضب. ولما أخرج هذه الآيات شو ببدأ؟ ببدأ بتجميع صفات الناس الأخرى اللي موجودة فيهم صفة الغضب. يعني على من غضب الله سبحانه وتعالى؟ غضب على كذا وكذا وكذا وكذا. طيب هاي الكذا الأولانية، المجموعة الأولانية من الناس اللي غضب سبحانه وتعالى، ما هي الصفات الأخرى تبعتها؟ فشو ببدأ؟ ببدأ أخرج هاي المجموعة. مثلا على سبيل المثال إن غضب الله سبحانه وتعالى على إبليس، فشو بدي أشوف؟ بدي أشوف الصفات الأخرى اللي ارتبطت مع إبليس. فشو بصير يعطيني هذا الإشي؟ بيعطيني كل الصفات اللي موجودة مع إبليس، فبشوف إيش الصفات اللي راح تأدي في النهاية لإيش؟ للغضب. فعلى سبيل المثال، مثلا على سبيل المثال، تطفيف الميزان قد يؤدي إلى الخروج من الصلاح أو إلى الفساد. فبيصير إنه تطفيف الميزان بعرف إنه هذه مقدمة لإيش؟ للفساد، والفساد مقدمة لإيش؟ لخسران الميراث. فبصير أعرف من هاي العلاقات اللي موجودة في القرآن الكريم، كل شغلة موجودة في القرآن الكريم كيف ستحدث وشو مقدماتها ومين المجموعات من الناس اللي عمالها بتمشي في اتجاه هذه الصفة. فبتصير إخواني في القرآن الكريم العلاقات اللي موجودة يعني علاقات لا نهائية، ولكنها علاقات جميلة جدا، وكل علاقة من هذه العلاقات فيها دروس عظيمة جدا. تتذكروا في درس سابق تكلمنا عن مثلا على سبيل المثال العذاب، ومنعرف ان العذاب فينا عذاب في الدنيا فينا عذاب في النار. فلو مثلا قلنا انك بدك تدرس كلمة العذاب في القرآن الكريم، ستجد انه كلمة العذاب مثلا في النار الله سبحانه وتعالى وصف عذاب اهل النار بصفات مختلفة: عذاب أليم، عذاب رهيب، عذاب مهين، وهكذا. هلا كل صفة من هاي الصفات في إلها فهم وموضوع لحالها. فبتصير انك مثلا بدك تدرس على سبيل المثال العذاب الأليم عشان انك تعرفه. وهون اخواني بذكركم انه في ترتيب آيات القرآن الكريم كمان هذه شغلة مهمة جدا من الشغلات اللي ممكن انك تستخدمها في دراستك للقرآن الكريم حتى انك تفهم القرآن الكريم. في دراستك للقرآن الكريم انك لما تبدأ في الترتيب اللي هو موجود في المصحف اللي موجود بين ايدينا عشان تعرف القرآن، المصحف الموجود بين ايدينا هو نفس الصورة طبق الاصل للمصحف اللي موجود في اللوح المحفوظ، نفس الصورة اللي موجودة في اللوح المحفوظ. يعني الله سبحانه وتعالى انزل منجم ومفرق ومش نفس الترتيب، ولكن اعيد ترتيبه حتى نصبح نفس الترتيب. في هذا الترتيب اخواني الله سبحانه وتعالى جعل لك الترتيب بديع جدا جدا جدا. يعني مثلا أول كلمة عذاب في القرآن الكريم ستكون أهم أنواع العذاب. يعني إن أردت أن تدرس العذاب شو بتسوي؟ بتقول حتى أنا أعرف
درجات العذاب وأهمية ترتيبها. شو بدي أخذ؟ بدي أخذ أنواع العذاب وأبدأ في أول نوع جاء ذكره في القرآن الكريم، وبعدين شو بدأ بعديه؟ ثاني نوع جاء ذكره في القرآن الكريم حسب ترتيب المصحف، بعدين بيجي بالنوع الثالث والرابع. لا، بيكون ترتيب أنواع العذاب حسب ترتيب المصحف بحسب الأهمية اللي لازم أنت تعيش فيها، وهذا يعطيك ترتيب بديع جدا جدا ويفتح عليك فتوح عظيمة جدا جدا. مثلا إخوان، لما نعرف أهم مجموعة بشرية الله سبحانه وتعالى تكلم فيها في القرآن الكريم، يعني بدك تعرف أي مجموعة بشرية يجب أن أنا أدرسها في حياتي، تمشي في القرآن الكريم من البداية. أي مجموعة تكلم فيها في القرآن الكريم أولا شو منلاقي؟ منلاقي على سبيل المثال كمجموعة بأسمها في الآية رقم 40 من سورة البقرة، شو بيقول سبحانه وتعالى؟ يا بني إسرائيل. فكأنه سبحانه وتعالى بقول لك أنه أهم مجموعة بشرية يتم تدارسها ويجب تدارسها في حياتك شو هي؟ بني إسرائيل، لأنه هي راح تكون إيش؟ أهم مجموعة تؤثر في حياتك في وجودك. فكأنه سبحانه وتعالى يقول إنه أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حياتها أكثر من ما ستتأثر خلال الرحلة البشرية من زمن سيدنا محمد إلى نهاية حياتها، بإيش راح تتأثر؟ ببني إسرائيل. فهذا إخواني كمان ترتيب اللي موجود في الآيات القرآنية مهم جدا. نقطة أخيرة نختم فيها إن شاء الله، ضروري جدا كمان إخواني لما تقرأ آية قرآنية حتى أنك تفهم المجموعة البشرية اللي يتكلم فيها سبحانه وتعالى، لأن المجموعات البشرية الله سبحانه وتعالى تكلم فينا في القرآن الكريم بصفات وبجماعات، يعني بمجموعات وجماعات. شو يعني مجموعات؟ يعني صفات، يعطيك الصفة مغضوب عليهم، وجماعات على سبيل المثال أصحاب الرث، ثمود، قوم نوح، قوم لوط، قوم عاد، وهكذا. في عنا مجموعات في عنا جماعات. هلا لما تكون عنا مجموعة، هاي المجموعة أو الصفة لابد من أنك أنت تفهم مين المقصود منها أكثر ما يكون مقصود منها في الجماعات المذكورة في القرآن الكريم. حتى أنك تفهم هذا الشيء شو بتحتاج؟ بتحتاج أنك أنت تجمع هاي الصفة من كل آيات القرآن الكريم وتدرسها عشان تعرف على مين بتنطبق أكثر، وتحتاج أن تدرس ما قبلها في الآيات وما بعدها، لأن هي تتوسط ما بين مجموعتين من الآيات تحكمها فيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، وآخر دعواهم فيها الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم خير. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. كيف حالك دكتور؟ Asha.